التسلل 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 الاخير ما شاء الله تبارك الله. شامة تنطلق تنتفع بناموس هذا الشوط. شامة شامة بالسلامات اول الاشواط تهانينا لحمود بن سليم بن مسلم الوهيبي على فوز شامة بالمركز الاول. لحظات الوصول لحظات الوصول الى خط النهايه. سلام السلطنه سلام. المركز الثاني الشاهينيه عبد الله بن صغير بن حسبان العويسي. شوط اللحظات الاخيره اللحظات المثيره ما شاء الله تبارك الله. الهواوي الهواوي هو الاقرب لناموس هذا الشوط. مطر من غانم بن مسفر المنصوري سلوب سلام من الدشبه. تحيه واحترام مع الاداء المثير اللي قدم الهواوي. لحظات وصوله لحظات اقترابه من خط النهايه. تهانينا لمطر من غانم بن مسفر بالقوبع على فوز الهواوي بالمركز الاول. بن رشيد السويدي واللحظات اللحظات الاخيره شواهين صامده رساله قادمه التحدي. ولكن شواهين انطلقت انطلقت في اللحظات الاخيره. سلوب سلام السلطنه سلام. اسعدت صباحا يا هالي جعلان مع هذا الاداء المثير اللي تقدمه شواهين ولحظات وصولها الى خط النهايه. تهانينا لعبد الله بن صغير بن حصيبان العويسي هذا الانطلاق المثير اللي قدمه اللي قدمه سيد. تهانينا لعبيد بن سلمان الدوسري وسلام وادي الدواسر مع الاداء المثير اللي قدمه سيد بدون اي تعليمات. حتى هذه اللحظات انباعد انباعد المسافه ما شاء الله تبارك الله. عرض استثنائي يقدم سيد. تهانينا تهانينا لعبيده بن سلمان بن فارس الدوسري على فوز سيد بالمركز الاول. انطلاقه نجوى ولكن اسحابه اسحابه ونجوى نجوى وسحابه واللحظات الاخيره اللحظات الاخيره نجوى 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 انطلقت اندفعت بناموس هذا الشوط في هذا الاندفاع المثير. تهانينا تهانينا لسالمين بن محمد بن سالمين العامري سلام العلي السلام مع الاداء المثير مع العرض الرائع اللي قدمته نجوى ولحظات وصوله الى خط النهايه. على الصداره غياث هو الاقرب. تهانينا لمحمد بن علي بن يمع السويدي على فوز غياث بالمركز الاول. بدا يباعد المسافه في اللحظات الاخيره ما شاء الله تبارك الله. غياث على الصداره. تهانينا والناموس لمحمد بن علي بن يمع السويدي على فوز غياث بالمركز الاول وبدون اي منافس بدون اي منافس يصل الى خط النهايه. بينما اللي وصل المثير محمد بن عيد بالكوسة من يتابع من يتابع انطلاقة الواصرة. أرهني مزنة تحاول تحاول في اللحظات الأخيرة بالشعار أيضا هيان بن حمد بن هيان العامري ولكن الواصرة الواصلة هي الأقرب. تهانينا محمد بن عيد بالكوسة الفلاسي سلام المرموم سلام. تحية واحترام مع الأداء المثير اللي قدمته الواصلة. مزنة مع المركز الثاني راس ينطلق بالصدارة. وأرهني أيضا انفوض وفوض ولكن ضرغام ضرغام هو الاقرب. عبد الله بن سلطان بن ميرين الكتبي هو الاقرب لناموس هذا الشوط ولكن مفوض 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 في اللحظات الاخيره. ضرغام ومفوض مفوض وضرغام نتابع نتابع التحدي الاثاره الاثاره مفوض في اللحظات الاخيره. تهانينا مشاهدينا متابعينا الكرام لحمد المالكي ولكن ارى شديده لحمد بن سالم بن حمد بن هيان العامري. الشوط في شده مع هذا الانطلاق المثير وجولة جولة الأوامر جولة الأوامر النهاية ما شاء الله تبارك الله. اللحظات الأخيرة اللحظات المثيرة شديدة تتسلل شديدة الهدوب ما شاء الله تبارك الله. شديد وسالم بن هدوب المالكي سلام السلطنة سلام على فوز شديدة بالمركز الأول. بالمركز الثالث القدوم من شاهين لمحمد بن سيف المقعودي ولكن خلاص أرهني شاهين قفل 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 على مجريات هذا الشوط. تهانينا 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 من هذه اللحظات لعمار بن سلطان بن عبيد الكعبي على فوز شاهين بالمركز الاول. قام راس وانهى وانهى الشوط راس انهى الشوط راس. تهانينا لعمار بن سلطان بن عبيد الكعبي على فوز شاهين بالمركز الاول. تبارك الله اللحظات الاخيره مهابه وغشمره غشمره ومهابه ولكن مهابه 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 انطلقت انتفعت بناموس هذا الشوط. سلوب سلام الفوعه سلام. اسعدت صباحا مع الاداء المثير. تهانينا تهانينا
هنينة لمالك مهابة سلطان بن علي بن سلطان بن ميرين الكتبي على هذا الانتصار. تهانينا تهانينا على هذا الفوز وهذا الاندفاع الشارد الكفو. واللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة جولة الأوامر جولة الأوامر النهائية. الشارد كفو كفو الشارد الشارد كفو ما شاء الله تبارك الله كفو كفو هو الأقرب هو الأقرب لناموس هذا الشوط. تهانينا لمحمد بن مسلم بطيرة العامري وسلام سلام الهير سلام اسعدت صباحا مع هذا الأداء المثير. المركز الثاني سالم بن ثعلوب الدرعي والقدوم من بشاير لعبد الله بن علي بن سعيد الرايح في اللحظات الأخيرة تتسلل 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 ما شاء الله بشاير عبد الله بن علي بن سعيد الرايح يفاجئ يفاجئ الجميع. راح الرايح بناموس هذا الشوط وانطلق انطلق مع بشاير في اللحظات الأخيرة. تهانينا تهانينا لمالك بشاير عبد الله بن علي بن سعيد الرايح. المركز الثاني لعلي بن صغير العويسي بدأ يتسلل مع المركز الثاني ولكن شاهين شاهين هو الأقرب. سلام العين سلام اسعدت صباحا مع الأداء المثير مع العرض الرائع اللي قدمه شاهين. تهانينا للسيب سالم النايلي الشامسي على فوز شاهين بالمركز الأول وبدون أي تعليمات بدون أي تعليمات يصل إلى خط النهاية. المركز الثاني يأتي في هجرس بناموس هذا الشوط ما شاء الله تبارك الله. محمد بن سليمي بن محمد الوهيبي يتابع 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 انطلاق جلمودة التحديات من الظبي لأحمد بن عبدان بن عامر المالكي ولكن جلمودة 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 وأرى الظبي قادمة بكل قوة. جلمودة 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 هي الأقرب. تهانينا لمحمد بن سليمي الوهيبي على فوز جلمودة بالمركز الأول. اللحظات الأخيرة وازي يحاول محمد بن حمد بن فطيس المري ولكن التبر انطلق بالصدارة بدأ يباعد المسافة في اللحظات الأخيرة. سلام السلطنة السلام اسعدت صباحا مع الأداء المثير اللي قدمه التبر. تهانينا لناصر بن علي بن عبد الله الراسبي على فوز التبر بالمركز الأول ولحظات وصوله إلى خط النهاية. المركز الثاني الشبل محمد بن حمد بن عامر هني أيضا حربة ما شاء الله تبارك الله الصدارة ما خيال على رأس الحربة حربة قادمة حربة قادمة ولكن خيال خيال خيال. مالك بن سالم الخميس العمري يتابع يتابع خيال قامت رأس وانهت الشوط بالفعل مع الأداء المثير. سلام السلطنة سلام تهانينا لمالك بن سالم الخميس العمري على فوز خيال بالمركز الأول. العمهي المنصوري من يتابع من يتابع انطلاقة فدوة قفلت على مجريات هذا الشوط. تهانينا تهانينا والناموس لمالك فدوة يمع بن حميد بن عمهي المنصوري سلام فدوة سلام مع الأداء المثير اللي تقدمه في هذه في هذا الانطلاق وفي ختام هذه الأشواط. تهانينا ليمع بن حميد بن عمهي المنصوري سلام المرموم سلام.